فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والثانية المبتغي سنة جاهلية، والسنة المراد بها الطريقة في اللغة، والمراد بها هنا عمل شيء من أعمال الجاهلية كالنياحة على الميت، كالعصبية للقبائل والأشخاص، وكالاستسقاء بالنجوم، غير ذلك من أمور الجاهلية وخصال الجاهلية. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية هذا قد ارتكب إثما عظيما، لأن الإسلام جاء لمحو الجاهلية وإزالتها وإبعاد الناس عنها، لأنها شر محض. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية يكون ذنبه أعظم.